هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل صابون الجريب فروت بزبده الشيا عالي الترطيب، وريحته منعشه جدا. طبعا ريحه الجريب فروت كده بتدي ريحه كده تحس انك فريش كده. صابون جميل قوي وهيعجبكم جدا. هاتوا بقى ورقه وقلم ونبتدي بقى مع بعض نكتب المقادير ونكتب خطوه خطوه. هاخد معلقتين من البابريكا، هحطهم ل125 جرام زيت زيتون. وبعمل كده ليه؟ بعمل كده علشان انا محتاجه اخد اللون بتاع البابريكا اللي عايزاه لون الجريب فروت البينك، فاللي هو بيبقى لونه كده مدي على، تحسي كده ان هو خوخي غامق كده، يعني مش احمر صريح ولا بينك صريح. فالبابريكا هتساعدني ان انا اخد اللون ده. فهاخد التاني، هقول لكم 125 جرام زيت زيتون والمعلقتين بابريكا، حطيتهم في بيكر صغير وهحطهم بقى على النار في حمام مائي علشان يبقوا انفيوزد، ومش هسيبهم كتير، يعني هو يدوبك 10 دقايق بس لغايه لما اخد اللون منه. فدلوقتي انا بغطي كده وهنزل بيه في حمام مائي. هبتدي اصفي بقى زيت الزيتون بتاعي من البابريكا، وانا هنا محتاجه من 125 جرام هاخد بالظبط 113 جرام. هنا انا معايا 113 جرام زيت زيتون، وشايفين البابريكا اللي انا يعني الطفل اللي طلع من البابريكا هرميه طبعا. ودلوقتي هبتدي انزل بالزيوت فوق بعض. انا معايا هنا 170 جرام زبدة شيا، هنزل فوقيهم ب 170 جرام زيت نخيل. وطبعا براعي ان انا بنزل لغاية اخر نقطة زيت علشان ما لخبطيش بقى الجرامات بتاعت الزيت بتاعتي. وهنزل فوقيهم ب 113 جرام من زيت جوز الهند. وبعد كده هنزل بقى بالزيت الزيتون اللي انا صفيته من البابريكا. انا بقول لكم المقادير بتاعت الوصفة الاساسية من كتاب ذا سوب شيف اللي انا بشتغل منه الصابون. هاخد بقى المكونات بتاعتي كلها على حمام مائي علشان زبدة الشيا تدوب وتتجانس مع بقية المكونات. واعملوا حسابكم ان في الشتاء طبعا بيكون زيت جوز الهند بيكون جامد، احنا دلوقتي في الصيف فهو يعني سائل.
طبعا الحماية مهمة جدا، لازم تلبسي حاجة تحمي عينيكي والجوانتي والكمامة. دلوقتي انا هحضر محلول الصودا بتاعي. محلول الصودا بتاعي عبارة عن 78 جرام هيدروكسيد الصوديوم، وهدوبهم في 213 جرام ماء مقطر. أقول تاني، 78 جرام هيدروكسيد الصوديوم هدوبهم في 213 جرام مية، وبراعي إن أنا بنزل الأول بهيدروكسيد الصوديوم جوه الماء المقطر مش العكس، عشان العكس خطر جدا، ممكن تلاقيه انفجر. فتنزلي بالهيدروكسيد الصوديوم فوق المية مش العكس. بنزل كده يعني شوية شوية وأقلب لغاية لما يدوب، وأرجع أنزل بكمية تانية وهكذا، يعني بالراحة يعني. هنا انا طلعت بقى الزيوت بتاعتي وزبدة الشيا، بعد لما يعني زبدة الشيا ساحت واندمجت مع بقية الزيوت. بس انا دلوقتي مش هقدر اخلط الاتنين مع بعض، لازم استنى لغاية لما درجة الحرارة بتاعت الزيوت تبقى 115 فهرنهايت، وكذلك الماء المقطر يبقى 115 جرام فهرنهايت. فكل شوية كده هقيس الحرارة، وأخيرا بقى عندي ميزان حرارة. جالي هدية من متابعة من السعودية، مرسي جدا، لأنه مكنش لاقيه هنا في مصر خالص. فالأول عشان ما كانش عندي، فكنت بعمل ايه، كنت بمسك البيكر وبإيدي من تحت وأقيس الحرارة كده، لما أعد من 1 لـ10 وأبقى مش متضايقة. وبس في الصابون كنت بستنى بقى لغاية لما يبرد خالص خالص الاتنين، يعني أسيبهم بقى كام ساعة كده لغاية لما يبردوا خالص، بعد كده أخلطهم مع بعض علشان أضمن إنه يطلع مظبوط وما يطلعش فيه فرق حرارة لأي حاجة. دي الطريقة اللي أنا بتبعها، يعني لو أنت ما عندكيش ميزان حرارة بقى استني لغاية لما الاتنين يبقوا باردين خالص، بعد كده اخلطي.
هنا درجة الحرارة خلاص بقت 115 فهرنهايت في الناحيتين، فهبتدي بقى أدمج محلول الصودا فوق الزيوت بتاعتي. هي الصودا بقت 112 والزيوت بقت 115، ما يجراش حاجة، فرق الدرجتين دول مش هيعمل أي مشكلة يعني. ابتدي انزل بشويش كده واقلب، وبعد كده بقى هضرب بالهاند بلندر شويه قبل ما ابتدي اضيف زيت الجريب فروت. هنا خلاص وصلت للقصر بقى، فهبتدي اضيف زيت الجريف روت، وانا ضفت 34 جرام من زيت الجريف روت الاساسي، واكمل ضرب بقى بالهاند بلندر. ده زيت الجريف روت اللي انا ضفته. وبعد ما ضفت 34 جرام من زيت اساسي الجريف روت، برجع اضرب تاني في بالهاند بلندر لحد لما يندمج كله مع بعضه. وبعد كده ابتدي انزل بقى في القالب بتاعي المغسول متنشف متعقم وكل شيء. والقالب بتاعي على فكرة بكون حطاه في الفريزر من قبليها، عشان انا مش عايزة الصابون ده يسخن في اي مرحلة من المراحل، ازاي يبقى يعني درجة حرارته تنزل بسرعة. هبتدي انزل في القالب السائع ده، وبعد لما يعني املى القالب الصابون كله، هاخد القالب نص ساعه في الفريزر عشان درجه الحراره كمان تنزل اكتر، واتجنب انه يحصل مرحله الجل فيز. يعني انا كل ده بعمله عشان انا مش عايزه انه يدخل في مرحله الجل فيز.
وبعد كده اسيبه 24 ساعة، وبعد كده نبتدي نقطعه. يعني هي دي الطريقة.